السلام، مرحبا بكم الناس كل اليوم باش نقدم لكم منتوج جديد في هواوي اللي هو ايكريك 5 بي من الفئه المتوسطه. كما تشاهدوا هذا هو الهاتف ايكريك 5 بي، سعره 299 دينار في تونس. نفتح العلبه امامكم ونكتشف هذا الهاتف الجديد. هذا هو ايكريك 5 بي، اخترنا لكم اللون الاخضر. كما تشاهدوا الكاميراوات اختلاف في شكل الكاميراوات. نفتح الهاتف، كما شاهدوا طول 146 مليمتر على 70 مليمتر، وهنا نلقاو 8.4 مليمتر. الوزن 144 جرام، خفيف الهاتف. نستناو الهاتف يتحل ولا نكتشف الهاتف الجديد. ولا كما تشاهدوا نوعية الشاشة EPS LCD، حجم الشاشة 5.45 بوص، رزوليسيون تاع ليكرون 720x1440 بيكسل. لا ندخل على البارامتر نشوفوا قداش فيه رام. على نلقاو 2 جيجا رام، وهنا نلقاو 32 جيجا ذاكرة داخلية. هنا نزل في 1 أبريل 2020 الهاتف. نلقاو بروسيسور ميديا تيك MT 6762 هيليو بي 22، اوكتا كور 4x2.0 جيجا هرتز. هنا نلقاو اب جالوري نتاع الهواوي، معاش بلاي ستور كيما تعرفوا. تنعمل لكم فيديو كيفاش نجمو نعملو كونت على الاب جالوري هواوي. كيما تشاهدوا هنا فيه ريكونيسونس فاسيال، نجمو نعملو له ريكونيسونس فاسيال شيما ولا. هنا بقعة البيوس، كيما تشاهدوا هنا عندنا زوز بيوسات، وهنا امبلاسمون كارت ميمور ذاكرة خارجية. هلا هنا عندنا الفوليوم فوق الباور، وعندنا سيلفي على اليمين معاش في الوسط ولا في الوسط البافل. ولا تليفون خفيف مش خايب. نخرجو، عندنا الباتري كيما تشاهدوا الباتري فيها 3020 ملي امبير. هنا USB شارجر USB،
كما تشاهدوا زوز كاميرات، واحدة الفوق واحدة اللوطة، عملوا له شكل جديد في الكاميرا. هنا الفلاش على اليمين، زوز كاميرات فوق بعضهم. نحلوا طوى الكاميرا ونجربوها. عن 8 ميجا بيكسل الكاميرا الأولى، والكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل. عنا سيلفي 5 ميجا بيكسل كما تشاهدوا. صورة مش خايبة. مش خايبة الصورة نتاعو. ولا هذا هو إيكغريك 5 بي الجديد. كما قلت لكم من الأول سعره 299 دينار. إن شاء الله يكون عجبكم. وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا على المتابعة.